نبت بيوت الله موجها دعوة من الله لعباد الله لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح، ومعلنا أن الصلاة خير من النوم. الصلاة وما هي إلا لحظات حتى سمعت أصوات أبواب بيوت تفتح، سيارات تتحرك، فذاك شاب جاء من هذه الناحية، وذاك شيخ أتى من تلك الجهة، وصوته المفعم بالإيمان يردد: أصبحنا وأصبح الملك لله. واجتمع في بيت الله شمل ثلة من عباد الله الصالحين، وصغار لا تكليف عليهم، ولكنهم تحت رعاية آباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا هم الرعاية. إنهم رجال الفجر، أولئك الذين أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح: يا أهل الفجر، ما الذي أيقظكم والناس نائمون؟ وما الذي حرككم والناس هامدون؟ وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجكم من الفرش الوثيرة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم: إنه الإيمان بالله. لو شئتم لقلتم ولصدقتم: أخرجنا من الفراش الوثير، الطمع في موعود الرب القدير.